قبل بداية كل موسم أو بطولة تتسابق الشركات المصنعة لأقمصة الأندية والمنتخبات لتقديم أفضل التصميمات سعياً لنيل رضا جماهير تلك الأندية والمنتخبات بهدف تحقيق مبيعات كبيرة، لكن النتيجة لا تكون دائماً كما يريد مصمم تلك القمصان. إليكم أغرب وأسوأ 10 قمصان في تاريخ كرة القدم. فالنسيا. النادي النشط بدور الدرجة الثالثة الإسباني أثار جدلاً كبيراً في موسم 2016-2017 عندما عقد مؤتمراً صحفياً ما قبل انطلاق الموسم من أجل الكشف عن تصميم غريب لقميصه الذي بدا على شكل عضلات جسم الإنسان بدون جلد يغطيها، مع التركيز على أن يكون الشكل العام مثالي بمعنى بروز عضلات الجسم في ذلك التصميم وإظهارها في حالة ممتازة. ربما أراد النادي إيصال رسالة بأنه في أتم الجاهزية وأن لاعبيه مستعدين من الناحية البدنية بصورة كبيرة وأيضا لإخافة الخصوم. كولورادو كاريبوس. النادي الأمريكي وعند تأسيسه عام 1978 فكر في تصميم قميص على طريقة ملابس رعاة البقر لجلب الاهتمام، لكن النتيجة كانت مخيبة بداية من الياقة كبيرة الحجم والواسعة بشكل مبالغ فيه، مرورا بالشعار الضخم الموضوع في الجانب الخطأ، ثم الرقم الضخم على يسار القميص، وأخيرا الخيوط الجلدية التي تزين منطقة الصدر، علما بأن لاعبيه عاودوا ارتداء هذا الزي عام 2018 احتفالا بالذكرى 40 لتأسيس النادي. كولتورال ليونيسا. الرياضة لا تتعارض مع الأناقة، ومن لديه شك في ذلك فلينظر إلى ما فعله الفريق الإسباني المنافس في دور الدرجة الثالثة خلال موسم 2014-2015، حيث قرر لسبب غير معلوم ارتداء قميص خلال الموسم على شكل بدلة نادل أو بدلة زفاف تعلوها ربطة عنق قوسية. والمثير أن هذه المبادرة الفريدة لهذا التصميم حققت نجاحا مذهلا فيما يتعلق بالمبيعات، لكنها أيضا لم تنجو من التعليقات الساخرة من بعض الجماهير والمتابعين. زامورا سي إف. النادي المتواجد بالدرجات الدنيا في إسبانيا لجأ عام 2018 إلى تصميم غاية في الغرابة، إذ ارتدى قميصا من تصميم شركة كابا الإيطالية يجسد الدورة الدموية بموقع مقارب لوجود مساراتها بجسم الإنسان، مع وضع شعار الفريق بدلا من قلب الإنسان، ويتكامل القميص مع السروال ليتمم تلك اللوحة الفنية التي لا يمكن أن تراها سوى عند الذهاب إلى الطبيب الاختصاصي بأمراض القلب أو ربما في حصص علم الأحياء. ولم يكتف النادي بهذا، بل كتب رسالة خاصة على ظهر القميص مفادها بأن الدماء هي التي تنقل كل شيء عبر أجسادنا نحو القلب، وتتولد بعد ذلك العواطف والمشاعر. ورغم كون الفكرة مبتكرة إلا أنها جاءت سيئة من حيث الجوانب التصميمية ومخالفة لكثير من القواعد الجمالية. لاهويا لوركا. تصميم آخر بشيء بل بكثير من الغرابة. ففي عام 2013 كشف فريق لاهويا لوركا المنافس بدور الدرجة الثانية بإسبانيا عن القميص الثالث الغريب أثناء الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس النادي، حيث ظهر القميص مزينا بحبات نبات البازلاء، وتم هذا كنوع من الترويج للراعي الرسمي للفريق وهو شركة ساكاتا للخضروات المجمدة، وهو ما نجح فيه القميص بالفعل حينها رغم ابتعاده عن جماليات التصميم والقواعد المتبعة في ذلك. أتلتيك بلباو. أحد أكثر القمصان غرابة في هذه القائمة وتاريخ اللعبة بشكل عام هو ذلك الذي خاض به النادي الباسكي منافسات كأس الاتحاد الأوروبي عام 2004، حيث تخلى المصمم الباسكي داريو أورزاي عن الخطوط العمودية التقليدية التي ميزت دائما فريق قلعة سان ماميس ليحولها إلى بقع حمراء متناثرة على القميص كتقليد جديد احتفالا بالذكرى المئوية للنادي، لكنه بدا مثيرا للسخرية، وجاء الرد على الفور من الجمهور المحلي الذي أطلق على القميص لقب كاتشب الطماطم بعدما بدا اللاعبون وكأن هناك بقع كاتشب أو دم على ملابسهم،
لتقرر إدارة النادي عدم استخدامه بعد ذلك، رغم أن التصميم لاقى استحسان أهل الفن بتواجده ضمن المعروضات في أحد المتاحف. سبورتينغ براغا. في هذه القائمة أيضاً هناك من يعتبر كرة القدم ميداناً للقتال، وهو ما يفسر ظهور سبورتينغ براغا البرتغالي في موسم 2019-2020 بزي ثالث للفريق، مستوحى تصميمه من أزياء جنود العصر الروماني القديم التي كانوا يرتدونها في الحروب، حيث يصور دروعاً واقية لجسم الإنسان في مناطق الصدر والبطن والفخذ في تصميم يوحي بالقوة في مواجهة المنافسين. وحظي هذا القميص بجدل كبير حينها بين أنصار النادي البرتغالي على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أعرب بعضهم عن الإشمئزاز من الخطوط التصميمية البشعة للقميص أو للطقم ككل، في حين كشف آخرون عن تقديرهم لما وصفوه بالتفكير خارج الصندوق وأن تصميم القميص مميز بالفعل. الكاميرون. قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2002 فاجأت شركة بوما الجميع بتصميم فريد لقميص منتخب الكاميرون بدون أكمام يشبه قمصان لاعب كرة السلة، ما أبرز القوة الجسمانية التي تمتع بها لاعبو الأسود غير المروضة، وحينها لم يستطع أي فريق ترويضهم حتى عانقوا لقبهم الرابع والثاني تواليا. وبينما جرت الاستعدادات لتكرار تلك التجربة في مونديال كوريا واليابان بنفس العام، جاء الرفض من الفيفا الذي ألزم المنتخب الإفريقي بإضافة أكمام سوداء لقمصانه. ولم تتوقف إثارة جدل القميص الكاميروني عند حد تجربة 2002، ففي أمم إفريقيا 2004 ابتكرت شركة بوما زيا جديدا مكونا من قطعة واحدة للقميص والسروال مع إبراز علامات مخالب الأسد على جانب القميص، وهو ما أثار استياء الاتحاد الدولي والذي سمح للكاميرون بخوض الدور الأول بهذا الزي، ولكن ألزمه باستبداله بزي تقليدي حال التأهل إلى ربع النهائي. وبعد تأهل الكاميرون لربع النهائي لم يخضع لتوجيهات الفيفا وواجه منتخب نيجيريا بنفس الزي، وهو الأمر الذي سبب له أزمة بعد الخروج على يد النسور، حيث أصدر الاتحاد الدولي قرارا بتغريم الكاميرون وخصم 6 نقاط من رصيده بتصفيات مونديال 2006 قبل أن تصل الأمور للقضاء وتنتصر بوما بمعية الكاميرون، ما اضطر الفيفا لتعديل قوانينها لتصبح أكثر وضوحا بخصوص الزي. قمصان خورخي كامبوس. حارس منتخب المكسيك السابق بين عامي 91 و2004 دائما ما أثار الجدل وخطف الأضواء خلال مسيرته الكروية، ليس فقط بسبب تألقه في حراسة المرمى رغم قصر قامته أو حتى بسبب تسجيله الأهداف أحيانا، بل تميز أيضا بتقاليد غريبة بخصوص قمصانه، حيث سبق وأن ارتدى قميصا بالرقم 9 لأنه قد بدأ مشواره الكروي كمهاجم، كما ابتكر زيا خاصا في كأس العالم 1994 تميز بألوانه الزاهية وغير المألوفة، مؤكدا في أكثر من مناسبة أنه يصمم ثيابه بنفسه للتنفيس عن الآلام والمصاعب التي عاشها في طفولته. أتلتيكو مدريد. عام 2004 حصلت مجموعة كولومبيا بيكتشرز المختصة بإنتاج وتوزيع الأفلام السينمائية على حق رعاية قميص أتلتيكو مدريد، والغريب أن لاعبي الفريق كانوا يظهرون بين الحين والآخر باسم فيلم مختلف على القميص اعتمادا على موعد طرح ذلك الفيلم بشاشات العرض، ومن أبرزها الجزء الثاني من سلسلة سبايدر مان الشهيرة. ويبدو أن برشلونة يقترب من السير على خطى نادي روخي بلانكوس بعدما وقع عقد رعاية هذا الموسم مع شركة سبوتيفاي لبث البودكاست والموسيقى، ومن المرجح أن يحمل اللاعبون على قمصانهم أسماء فنانين عالميين وأغاني وغيرها وفقا لما ألمح إليه الرئيس التنفيذي للشركة. لذلك لا تتفاجأ إذا ظهر مدافع الفريق جيرارد بيكي مثلا بقميص عليه عنوان آخر ألبوم غنائي لصديقته السابقة وأم أطفاله شاكيرا التي انفصل عنها مؤخرا. Thank you.